وقتها قلت له إذا ما كنت جبان بتضل. بس هيك يعني؟ بس هيك. هلأ خلص الامتحان الصغير وبلش الامتحان الأكبر. علي علي أنا أجيت. يلا فتح عيونك يا عيون ستك أنت. أخي ألباي، علي علي قوم يا ابني، يلا يا روحي. علي نحن كلياتنا اجينا لهون كرمالك. نحن ما فينا بدونك يا اخي. يلا يلا يا اخي، يلا يا ابو ضاي. انت بترجاك تفيق يا علي. علي علي بترجاك افتح عيونك، بترجاك افتحهم. يلا يلا بسرعة، الله يخليك بسرعة، استعجل أكثر. بترجاك أنا بترجاك. علي كثير نزف كثير. أنتِ لا تطلعي عليه، اهدي شوي ولا تقلقي، الأمور كلها بخير. بسرعة الله يخليك بسرعة، استعجل أكثر. بترجاك أنا بترجاك. فبتكون عم تترك يا براك يا علي، وأنتِ مانك جبان يا رفيق. علي انت منيح؟ منيح منيح امي، ما فيني شيء. ربع ساعة بكون هنيك. الهدية معك هلا؟ ماشي، يعطيك العافية. استنى استنى، لا تضغط على حالك هيك. أنا منيح منيح بابا.
ما فيني شيء. أهلا وسهلا ببيتك يا أبو. جوليدا أنتوا فوتوا وأنا هلا بلحقكم. إلا تروح من هون فورا. تفضل حضرة المدير. متأكد من هالشي؟ طبعاً متأكد، وللأسف تجاوزت حدودها. يا ترى تقرير الدكتور ما بينقذها. هاد قانون، والقانون واضح كتير. حضرة المدير برجع بدي أقلك بعد شوي. آيلا ليش جيتي؟ احكي. لأنه بدي شوفه، بدي شوفه، يعني حتى لو بشوفه من بعيد بس شوي. بس نحن حكينا بهالموضوع. لو ما حكينا فيه كنت بوقف هون هلا؟ ما كنت بروح وبحضنه لابني؟ نسيت انك اعطيتني وعد؟ ايمتى ما بدي بشوفه؟ ما عم فيك تشوفيه تيكي. آيلا حطي حالك مكان جوليدا شوي، تمام؟ انت شايفه شو عم بيصير فيها؟ ها؟ زعلانه على علي، زعلانه كثير. بدي اشوف ابني. ليكي ما عم تفهميني. انت يلي ما عم تفهمني. بدي اشوفه عم يضحك لي بغمازاته ولو مره واحده بس يقول لي انا منيح. لو سمحت. هذا اخر طلب بطلبه منك. ورقتي يا حبيبتي. امتى رح ننزل؟ استني لسه، هلا طلعنا. ما شاء الله عليكم، بعدكم شباب صغار، يعني لو ما بعرفكم كنت قلت انه اعماركم بال 17. ايه صح، هي لان ناعمه وقطعتها صغيره. ايه صح، انا صوص صغير. ايه فعلا مبيني صوص. ايه ما تواخذوني، كيف تعرفتوا على بعض؟ كيف تعرفنا؟ عندي المرأة أنا. شو قصدك بالمرأة؟ من زمان وقت اللي كنا بالمدرسة كنت مارق ولقيت بنت متأخرة، وقفت وقلت لها بتعرفي إنك على نفس طريقي؟ جد عم تحكي؟ إيه عن جد، بس حظك مو حلو. قلت لها طريقك على طريقي، طلعي لوصلك. إيه أنت هيك قلت صح. ومو بس هو قال لي هذا الحكي، أنا كمان وقتها جاملته بكلمات حلوة كتير ورديت عليه وقلت له بس يكون معدل ذكاء الإنسان أصغر من نمرة رجله بيكون وقح. جوابها كان كتير حلو، شي مثل الشعر. إيه هيك جاوبته. أخي بالمناسبة ما صدقت وقت قلت لها طلعي وراي على الموتور، لسه ما مشينا تمسكت بخصري. تمسكي منيح مشان ما نلمك من على الطريق. ما بدي، أنا هيك مرتاحة. أنت وين رايح؟ هذا مو طريق المدرسة. هي أنت ما كنت مأسرع مو هيك؟ لا ما كنت مأسرع. أنت ما بتتذكري ما؟ يا ريت لو نفتح الشباك شوي لأنه اختنقت وضايقت كتير، ما عاد فيني اتحمل الشوب. ايه؟ إذا فتحتن هلا أنت رح تبردي يا بنتي. ايه والله. كيف يعني؟ شو صار؟ ليش وقفت أخي؟ مؤسستنا حبت تحضر هدية للزوجين الصغار، تفضلوا انزلوا. لو سمحت بلاها، شو رأيك أنت؟ مو معقول هالحكي، حضرتكم طلبتوها خصيصاً وأصريتوا عليها كمان، وهالشي ضمن نظام الهدايا عندنا. لا أنا ماني رايقة أبداً لهذا الشي بالمرة. صحيح حضرة العريس، أنا كان بدي أسألك وما لقيت فرصة لحتى أسألك. أنت بتعرف بلقيس أوزان سوي؟ سمعان فيها؟ إيه سمعان فيها أكيد. عندها حفيد أنا بعرفه وشفته على التلفزيون هديك المرة، كثير بيشبهك عن جد، ما بتتخيل قد ايه بيشبهك. ايه بيشبهوني إله دائما، الكل بيشبهونا لبعض. ايه كل واحد بهي الدنيا عنده شبيه، العالم دائما بطريق بيشبهوه لإله. يا براك زلمة رح يكشفنا، خلينا نعمل اللي عم بيقولوا. يلا تمام، طالما ما بدكم معناته رح خبر الشركة لحتى اخلي مسؤوليتي. والا بتحمل كل المسؤولية، انا رح خبرهم بيكون احسن. لا لا خلص انا غيرت رأيي. مو مشكلة. غيرتي رأيك لكان؟ خلينا ننزل. باريش شو رأيك ناخد الورقة ونهرب؟ عم نضيع الوقت يا براك، شو هالحكي هاد؟ يلا خلينا ننزل. أوه.
لجايين لهون. شو عاد؟ شو عم تعمل؟ يا براك نحن عرسان هلأ بلا جدبي. بتمنى لكم السعادة كل العمر. أي سعادة هي كل العمر مع هاد؟ صعبة كتير. كتير لابقين لبعضكم. معك حق، شكراً إلك. إيه كتير لابقين، كتير لابقين. إن شاء الله يا أخي. يا رب أنا بترجاك هلأ تعمل شي معجزة وتخلصني من هذا الموقف. اضحكي شوي. باريش، لساتني لهلأ عم بحترمك وقلك باريش، ما عم قلك يا طولان. بس كأني بعد شوي ما عاد فيني أتحمل وأرجع قلك طولان. إيه؟ تحملي دقيقتين بس. يلا رقصوا مع بعضكم. مين احنا؟ ايه انتوا يلا. لا يا الله بلاها. يلا وبعدين مع كل هادف ما عم لاقي حالي غير اني عم ارقص معك، ما عاد فيني اتحمل. ايه معك حق، بس على فكرة الجو كتير حلو وما لازم نبعد عن بعض. ايه منيح اللي ضحكتي، برافو عليكي. من عصبيتي ما عاد اتحمل اكثر. انا مو فارقه معي ابدا، المهم تضحكي. لك باريش، كيف رح نخلص من هاي الورطه هلا؟ كيف رح نخلص؟ اتركي علي، بدي خلي الشوفير يغير طريقه للمدرسه، تمام؟ ألف مبروك. يا عرسان خلونا نمشي، بدنا نعمل عقد الزواج. ايه لسه عنا عقد الزواج. بالإذن. مع السلامة يا حلوين. ما شاء الله شو لابقين لبعض. عنجد؟ انت شايفه اللي عم شوفه العصام؟ لقيته. انا مصدومه، ما عم صدق عيوني، انا بحلم ولا بعلم يا الله. شو اللي عم يصير؟ لقيته لقيته يا شباب، لقيته لقيته. هذا برنامج الكاميرا الخفيه؟ يعني إذا كاميرا خفية ما بتضحك أبداً، أكيد عندهم تفسير لهذا الشيء. مش تمام تمام، بخبركم بعدين. هلا امشوا، يلا بسرعة، مستعجلين كثير، يلا يلا بسرعة. خلينا نعطيهم إياها ونخلص منها بقى. لك ليك ليش عم تضحكوا هيك؟ أنتوا ليش عم تضحكوا؟ بس تعرفوا الحقيقة كثير رح تضحكوا، أنا بورجيكم هلا بتشوفوا. خلص بقى يا. هذا بيجي على يلا يلا. عن جد مو معقولين بهالمدرسة. يا بنات شفتوا بعد يا شي؟ لا لا ما شفناهم. صبايا شفتوا ولا بادية؟ لا ما شفناها. اوه رجلي علي
علي. علي انت منيح؟ علي انت منيح؟ ناخدك على المشفى؟ منيح انا منيح، كنت عم ارقد وقعت مشان هيك. طيب وليش عم تركض علي؟ انتو ليش؟ صار شي سخيف كتير معنا بحكي لك يا بعدين، بس ليك شوف لقيت النص التاني. والنص التاني معنا، بس انتو وين رحتوا بتيابكم؟ لا تخاف انن معنا، رايحة غير ايه؟ علي تعال خلينا نروح لعند الممرضة. ما عم يرد سنان، شكله مفقود. ليك والخالة ملكة ما عم ترد على الرسائل كمان، وشو بدنا نعمل هلا؟ قديش كان كلام بادية حلو وما ترددت ابدا. عم اتساءل كانت بتقصدك بكلامه ولا لا. معقول يا رجل هلا هذا همك؟ ايه همي، همي من اول يوم اجيت فيه على المدرسه. لا تنسى نحن اتفقنا اتفاق، بدك تعترف لي يا براك اليوم. راح اعترف له. امرنا استاذ. يا براك إفاز وينها؟ استاذ مو انت قلت لنا نص ساعه هي تعكر مزاجها فطلعت على الحديقه تشم شويه هواء مو اكثر. حلو امشوا لنشوف. يا براك رح تكمل معكم السنة. انبسطوا. يس. رح تفرح كتير، أكيد رح تفرح كتير. ألو يا براك بدي أقول لك شي، تعالي ماشي؟ تمام اتفقنا. أكيد هلأ رح يطير عقلة من الفرح. عصفوري علوش؟ تحسن مزاجك يا عصفورة؟ إيه يا عمري كتير تحسن. إيه بس رجلي ما تحسنت أبداً، عم توجعني علوش. بس شي بيستاهل. ايه ان شاء الله يكون بيستاهل، انا كتير تعبت. ما رح تروحي لأي مكان. كيف؟ قصدك من المدرسة؟ مشي حال التقرير؟ عن جد مو معقول. طار عقلي من الفرحة. أنا ما عم صدق. وعندي خبر تاني إلي. شو هو؟ يمكن رح يكون أحلى خبر. يا أما. يا أما شو؟ أسوأ خبر. في شيء أنت مخبيتيه عني؟ بس أنت ما بتخبي عني ما؟ وأنا ما بدي أخبي عنك شيء.